للحديث عن ثورة تشرين ومساراتها ضد الأحزاب الفاسدة معنا من أثينا دكتور فاروق فتيان عراوي الدبلوماسي والأكاديمي العراقي. دكتور فاروق، بداية مرحبا بكم. السلطات الحكومية تمعن بالقمع، والعراقيون المنتفضون والثوار يعني مصرون على مواصلة الثورة. على ماذا تراهن الطبقة السياسية؟ بالتأكيد الطبقة السياسية تراهن على البقاء للحفاظ على مصالحها ومكتسباتها، وليس من السهولة أن تتنازل عن كل هذه المصالح. إضافة إلى ذلك أنه إذا حدث التغيير، الجميع مشاركين في الفساد، مشاركين في ارتكاب جرائم، الجميع سيتعرضون إلى محاكمات، إلى القضاء، إلى الذهاب إلى القضاء العادل، ولذلك هم يبحثون في أي مجال، يحاولون في أي مجال للحفاظ على هذه السلطة وللاستمرار بها من 2003 ولحد الآن. ترشيح القيادي بحزب الدعوة دكتور فاروق محمد شيع السوداني لرئاسة الحكومة في أي سياق تضعه؟ الكثير علقوا على هذا الترشيح أنه خرج نور المالكي من الباب ويحاول أن يدخل من الشباك. المعروف أن محمد الشيع السوداني هو من رجال المالكي ومن رجال نور المالكي، ولذلك ومن قيادي حزب الدعوة، رغم أنه هو ليس من قيادي الصف الأول، سواء كان على صعيد الدرجة الحزبية أو التسلسل الديني في السابق، ولكن هو من الرجال التابعين إلى المالكي، وربما ينفذ كل ما يطلب منه نور المالكي، ولذلك جاء هذا الترشيح، رغم أن الترشيح جاء من حزب الدعوة وهو قدم استقالته من حزب الدعوة، لكن يعني الجماهير استمرار عمليات القتل ضد المتظاهرين على هذا النحو واستمرار عمليات القمع حتى اللحظة، مع ذلك يعني التظاهرات طالبت ومنذ البداية بإسقاط المنظومة السياسية وبعدم تدخل إيران بشأن العراقي وعدم إعادة تدوير السياسيين الذين يعني دخلوا في الحكومة منذ 2003 منذ احتلال العراق. مع ذلك ألم تدرك الطبقة السياسية أن العراقيين يرفضون جميع المشاركين بالعملية السياسية؟ هل هو استغفال أم هو تجاهل أم هو إصرار على المضي بهذا الأسلوب؟ الثوار منذ اليوم الأول أعلنوا أنهم لن يقبلوا بأي من السياسيين الذين شاركوا في العملية السياسية منذ 2003 ولحد الآن، لأنهم مقيمين جميعا بأنهم شاركوا في الفساد، شاركوا في الجرائم القتل، شاركوا، إن لم يشارك بجريمة القتل فإنه شارك بجريمة الفساد وفي تدمير العراق وفي تدمير البنى التحتية للعراق، ولذلك لا أمل من أي من سياسيي الذين شاركوا في السلطة منذ عام 2003، وهذا كان مطلب منذ اليوم الأول، ولا زالت الثوار مستمرين على هذا النهج وعلى هذا المطلب بعدم إشراك أي من عناصر السلطة في الحكومة القادمة أو في التشكيل الوزاري القادم. للأسف سواء رئيس الجمهورية أو الرئاسات الثلاث أو البرلمان أو مجلس الوزراء لا زال يراهن على استمرارهم في الحكم، وعلى اعتبار أنه ممكن أن الزمن يخدمهم وممكن أن تتساقط التظاهرات والاحتجاجات كما حصل في الفترة السابقة في الأعوام 2010 و2011 و2014، ولكن لم يلاحظوا أن هذه الثورة تختلف عن كل الثورات، عن التظاهرات السابقة أو الاحتجاجات. دكتور فاروق، كيف تفسر إصرار إيران على استمرار نفوذها بالعراق على هذا النحو وبهذا الاستخفاف بثورة قدمت مئات الشهداء ودامت أكثر من شهرين من أجل إخراج النفوذ الإيراني؟ إيران مصلحتها حتى لو يفنى نصف شعب العراق الاستمرار في نفوذها في العراق. العراق يعتبر بالنسبة لها جدار صد
ومركز نفوذ ومركز تغلغل، ومن خلال العراق استطاعت أن تحقق الكثير من المكاسب، سواء كان على صعيد المكاسب المادية من خلال الصادرات والسلع المصدرة إلى العراق، أو من خلال تعاونها مع الحكومات العراقية في بيع الكثير من الأمور، سواء كان الغاز أو الكهرباء أو حتى الحصول على أموال بصورة غير مشروعة وبطرق غير مشروعة من خلال البنوك المنتشرة والمصارف المنتشرة في المحافظات الجنوبية واستغلالها لتهريب أموال إلى إيران. مضاف إلى ذلك أنه تغلغلها في العراق أكسبها إلى أن تكون التواصل من خلال العراق إلى سوريا وإلى لبنان، نعم، واستمرار نفوذها في سوريا وفي لبنان. نعم، من أثينا دكتور فاروق فتيان الراوي الدبلوماسي والأكاديمي العراقي، شكرا جزيلا لك.